وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة وفي مساء جديد وفي مساء ترنيم وتسبيح للرب يسوع المسيح. نرحب بكم مشاهدينا على قناة الآرامية ونقولكم مساء الخير لمشاهدينا في أمريكا وصباح الخير لمشاهدينا في أستراليا. تعودتوا تشوفونا في كل يوم جمعة في تمام الساعة 10:30 مع برنامج نرنم لك، ودائما نوعدكم بالجديد ودائما نوعدكم بالترنيم والتسبيح، ونستمتع مع بعض احنا وانتو بهذه الفترة الساعة ونص اللي نقضيها مع بعض بالترنيم للرب يسوع المسيح. اليوم طبعا ويانا ضيف جديد اول مرة تشوفوه على شاشة الآرامية، وان شاء الله راح يكون معانا دائما على شاشة الآرامية ونسمع من عنده اكثر واكثر. خلونا نتعرف مع الضيف الجديد بهذا اليوم، معانا عدي مشتاق. مساء الخير عدي. مساء النور، شلونك؟ نشكر الرب يسوع المسيح، هاني فرحان انت ويانا هاليوم. الله يخليك، اشكرك هو. ونشكرك لانك قبلت الدعوه. طبعا عدي هو عضو في كنيسه يسوع الملك للسريان الكاثوليك في ميشيغان، فاحنا نرحب بك ونشكرك على قدومك بهذه الليله. انا هم اشكرك هو يا اخ وسام، واشكر الاخ ريان، واولا اقول نقول يعني شكرا للمشاهدين قناه الاراميه وشكرا لكم. ثانك يو. ثانك يو. ويانا ايضا ريان، شلونك ريان؟ شلونك انت؟ شكرا. اليوم مبيضها ريان. اي مو احسن. ابيض. وكل مره تجيني لابس اسود. انت منا بجلس شوي خليه يبيضها اليوم. منورنا ريان همينا، ثانك يو على قدومك. طبعا سيف ما قدر يكون ويانا اليوم ولا ديفيد، مرتبطين عندهم الشغل والعمل والدراسه، لكن على الاسبوع القادم هم راح يكونون ويانا موجودين. عدي قبل ما نفوت ببرنامجنا نريد نعرف من هو عدي، والمشاهدين طبعا انا اعرف من عدي بس المشاهدين حتى يعرفون من هو عدي. انا عدي مشتاق، خريج فلسفه ولاهوت، دبلوم فلسفه ولاهوت بغداد موسم 2010. كنت مع شبيبه المطران سعد سيروب في بغداد، وكنت ايضا في كنيسه سلطانه الورديه، وكنت في شبيبة مار يوسف اللي هي في بغداد، وكنت في أكثر من مكان كونت شبيبة في الأردن، وهسه حاليا مع كنيسة يسوع الملك ويا قناة الآرامية. أهلا وسهلا بك، تشرفنا بك، يسوع يستخدمك أكثر وأكثر حتى تكون هيك شباب يسمعون كلمة الإنجيل دائما. أكيد هو المجد لله. آمين. مو لنا بس، إحنا يعني مثل ما نقول إحنا رسل للمسيح. آمين آمين بالفعل. طبعا اليوم عندنا موضوع مشوق راح نتكلم به، ومحضر لنا مادة حلوة عدي راح نسمع من عنده. لكن قبل ما نسمع هذه المادة شنو ندخل، احنا دائما برنامجنا ندخل به بترنيمة كصلات ان شاء الله. سو راح نرفع اول ترنيمة كصلات، اريدكم تشاركون ويانا هذه الترنيمة للي يعرفها، وارفع سماعة التليفون واسمع كل كلمة، لا تسمع الصوت لا تسمع العزف، فقط اسمع الكلمات وتأملها مع نفسك وصليها ويا نفسك. خلونا نرنم ترنيمة أدخلوا لقدسك، لأن احنا هسه دخلنا قدس الأقداس، دخلنا بحضور يسوع معانا بهذه الليلة، فخلونا نرفع هذه الترنيمة مع بعض. الآن سلطان الله لنا الشفاء من يدك، الآن أنهار مياه لنا حياة بروحك. أدخل لقدسك أترجى وجهك طالبا حضور روحك. أنت إلهي ملجأي وصخرة خلاصي ممن أخاف، فات
أطلب مجدك الآن سلطان الله لنا شفاء من يدك الآن أنهار مياه لنا حياة في روحك ربي أنت نهر تفيض بالحب تثمر في فرحا أنت سلامي فيك أماني ليس لي سواك يا الله بروحك أبصر مجدك الآن سلطان الله لنا شفاء من يدك من يدك الآن أنهار مياه لنا حياة بروحك أنت عظيم ليس مثلك يا رب تصنع العجائب تصنع العجائب أنت عظيم ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء تستطيع كل شيء آمين ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء تستطيع كل شيء بالفعل ماكو مثل يسوع اللي هو باستطاعته أن يفعل كل شيء في حياتك وفي حياتي وفي حياة الكل خلونا الآن نرجع ويا عدي ونبدي ويا عدي من وين راح تقرأنا اليوم عدي القراءة وأيضا حضرنا السؤال للمشاهدين لكن بعد القراءة راح نطرح سؤال للمشاهد فمن وين راح تقرأنا هاليوم اليوم راح أقرأ من إنجيل يوحنا يوحنا 8 المرأة الزانية بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين قراءة من بشارة يوحنا المرأة الزانية أما يسوع
فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلم الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفها في وسط الحاضرين وقالوا له: يا معلم، أمسك هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟ وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه. فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض، فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر. وانحنى ثانية يكتب على الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟ فأجابت: لا يا سيدي. فقال لها يسوع: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن. كلام الرب. آمين. أوكي. احنا طبعا هو موضوع بالفعل رائع وكثير راح نسمع من عندك، لكن اذا تعطينا مدخل للموضوع هذا لمدة 5 دقائق حتى نسأل السؤال للمشاهدين بعد ما يسمعون من عندك. أوكي. اولا هذا الموضوع، خاصة موضوع المرأة الزانية، موضوع كلش مهم. اولا يدل على ضعف الإنسان البشري أمام الخطيئة. نشوف اليوم يسوع من يجلبون هذه المرأة، هاي المرأة هي بالأصل أخطأت، وهذا الخطأ هو خطأ مو بس ضد كرامتها الشخصية، لكن هي بنفس الوقت ضد الشريعة وضد المجتمع. يعني هو دائما الخطيئة من تكون ضد، أكيد ضد فكر الله، هي خطيئة كبيرة. بس مرات الخطيئة هذه تتعدى وتتجاوز الحرية اللي الله انطانا إياها، زين، فتتجاوز هذه الخطيئة المبادئ الدينية اللي هي الشريعة، وبنفس الوقت تتجاوز حدود وأعراف المجتمع. فدائما الله ينطي رحمة، الله ينطي طريق للغفران. فكيف إذا كان هذا الموضوع، موضوع المرأة الزانية، دي يجي يم يسوع نفسه اللي هو الآب، اللي هو في الآب، لأن هو قال له الفيلبوس هم في يوحنا يقول له: من رآني قد رأى الآب. ما معناه هي هذه المرأة الزانية أمام الله نفسه، فكيف هذا الله سيتصرف ويا هذا الموضوع بالضبط؟ لأن لازم نعرف الفريسيين والكتبة من جابوا هاي المرأة الزانية وجدوا ان هي في حالة زنا، وهاي الحالة الزنا كان في العرف اليهودي او في قوانين اليهود ان هي زانية، والزانية مثالها الرجم اذا وقعت في الخطيئة. تريد بعد اشرح؟ يا 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 اوكي. فهنا
اكو دخول صار جو الفريسيين جابوا منه، جابوا هاي المرأة الزانية. اولا كانوا مختبرين بينهم وبين نفسهم ان هذا الامتحان الصعب ما راح يقدر يطلع من عند يسوع الا هو خاسر، لان فكروا في كل المقاييس. اولا الشريعة الموسوية كانت تشدد على هاي المرأة بالرجم، ومن ناحية اخرى اذا يسوع قال لي ترجم ما معناه هو خسر القاعدة الشعبية للفقراء، اللي هو ينادي للفقراء وللخاطئين راح يخسر القاعدة الشعبية مالته. بعدين اكو شيء لاخ كلش مهم، تعرف انت بوقت هذا الفقرة بالضبط، فقرة انه جابوا المرأة الزانية اليهودية كانت مسؤول عليها السلطات الرومانية، فإذا أوصى يسوع برجم هذه المرأة الزانية ما معناه سيتسبب إلى بعداء مع اليونان أو الرومان، على مود يأخذون مادة حقيقية على مود يثبتون إن هو شخص مجدف. فكل الأفكار كانت متجهة نحو يسوع، إن هذا الامتحان الصعب اللي خلوا بي يسوع من خلال هاي المرأة الزانية يسوع ما راح يطلع منا على بر الأمان. لكن أني أريد يعني أسلط الضوء على شيء كلش مهم، وهذا الشيء من الممكن في وقتها يسوع عرف ما في قلوبهم، عرف ما في ما هو دي يفكروا دي يخططون إله. بس أنا أقول إذا الفريسيين هم ذولا كانوا ناس يعرفون الشريعة معرفة تامة، الشريعة تقول إذا أتى شخص بحادثة زنا، يعني هذه المرأة إذا هي جت في حادثة زنا لازم يكون معاها الزاني. يعني تثنية الاشتراع 22:22 يقول إذا وجد شخص في حالة زنا، أمسكت امرأة في حالة زنا، لازم تكون هذه المرأة تكون مع الرجل الزاني. والسؤال هنا وين الزاني؟ هل الزاني لأن هو رجل وأكو فارق وأكو عدم مساواة جابوا المرأة ما جابوا الرجل؟ لو لأن هي المرأة دائما هي الحلقة المستضعفة بالموضوع وأخذوا عليها هذا الشيء. والشيء الآخر واللي هو المهم، من يقول هاي المرأة هي أخطأت؟ منو ما يقول إن هي هذا شخص أغواها أو اغتصبها أو يكون أحد الحاضرين اللي دي يريدون يأخذون مادة على يسوع في نفس الوقت هو اللي عمل هذا الموضوع وياها وحضر على مود يتخلص من خطيئته اللي سواها ويتخلص أيضا من يسوع المسيح. فهذا كان فكر الفريسيين أن يحرجون يسوع ويوقعوه في هذا الأمر. أكو شيء أيضا أنا دائما أفكر به، كم هاي المرأة انتهكوا كرامتها؟ يعني إحنا لو نفكر هاي المرأة جابوها وهي في حالة زنا وهي مفضوحة قدام الناس كلها، من الممكن مثل ما نقول اليوم هذه المرأة جابوها من منطقة وأهل المنطقة يعرفوها، فانفضحت هاي المرأة. بعدين وين نظرة الحنان لهم؟ لأنهم حتى من جابوها دي دائما هذه المرأة لقيناها تزني، أنت شنو رأيك؟ نشوف يسوع هنا، يسوع يعني من نقول يسوع المسيح هو الله
هو المحب، هو الغافر. شوف بالمقطع كله، يعني من تقرأ المرأة الزانية كلها، يقول يسوع أبدا ما نظر إلها، أبدا ما نظر إلها، لأن ما راد يحرجها، ما راد يجرح مشاعرها، ما راد يجرح كرامتها الإنسانية. صحيح هو الله، صحيح هو ابن الله، صحيح هو في موقع يقدر يدينها، لكن خفف من هاي النظرة، خفف. قال كافي عليها الناس إن هم جرحوها، إن هم طعنوها بكرامتها البشرية، طعنوها بشرفها، طعنوها أصلا بكل القيم اللي شايلتها هاي المرأة. وهاي المرأة أنا بوجهة نظري هي تمثل فالتمثيل من العهد القديم، من الممكن خبرة الشعب ويا موسى، ويومية تاركين موسى، تاركين الله، تاركين الوصايا، ويسووا لهم العجل الذهبي، يوم ويا الله، يوم خارج الله، ويومية يوم مع الآلهة الوثنية. أشبه هاي المرأة بمسيرة الشعب الخائن ويا الله، هاي المسيرة الطويلة، الله مشى ويا الشعب اليهودي طريق طويل، فلحظة يحبوه ولحظة يؤمنون به ولحظة يتركوه. بعدين أكو شيء كلش مهم، إذا نرجع في سفر هوشع يتزوج بامرأة زانية بطلب من الله. إذا تقرأ هوشع راح تلقي أنه يطلب من هوشع تزوج بمرأة زانية. فشوف هاي المرأة الزانية هي تمثل هاي المرأة الزانية اللي بالعهد الجديد، لكن هوشع بمحبته بقبول لهاي المرأة أصبح أن تصير مرته ويصار من عندها أولاد. لكن إحنا هنا هاي المرأة، هاي الزانية، هي تختلف اختلاف كامل. يجوا ناس يريدون يوقعوها في الخطأ، يريدون يلزمون مادة، أولا صارت مادة إعلانية للجموع كلها إن هاي المرأة زنت، ومن ناحية أخرى على مود يوقعون الرب يسوع المسيح. Yes, yes, and thank you, Adi. مثل ما قلت بأنهم بس رادوها بحلقهم تصير زين حتى ينشرون الخبر. طبعاً. لو نعيش بعالمنا حالياً الخبر بثواني همنا ينتشر هنا في عالمنا. الوسائل الاجتماعية. Yes, yes. طيب زين، خلينا نقول سؤال للمشاهد، نقولهم هل يسوع أشفق على الضعف البشري عند هذه المرأة الزانية؟ يعني هل الله بنفسه أشفق على هذا الضعف البشري عند المرأة الزانية؟ لو توضح شوية أكثر السؤال للمشاهد عدي. أوكي ماشي. أكيد هذه المرأة الزانية هي إنسانة. يس. وإحنا اليوم، إحنا اليوم من نتكلم عن يسوع، يسوع عنده الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية. نعم. يسوع من كان يعمل الأعاجيب يعملها بالطبيعة الإلهية. يسوع من كان في عرس قانا الجليل أكل وشرب، ما معناه يسوع عند الطبيعة البشرية. Yes. هذه المرأة هي خليط، مثل ما إحنا اليوم إحنا خليط من المشاعر ومن الأحاسيس ومن الحب المفعم للآخرين، وخاصة إذا كانت هاي المرأة هي عندها حب تجاه الرجل. لكن أكو هواية أمور مرات إحنا نقررها في مشاعرنا. إحنا لو مثل لو نقول فرضا هاي المرأة الزانية راجعة لعقلها وراجعة للشريعة، زين كنا نقول هاي المرأة الزانية أكيد كانت تقول أنا ما أسوي حادث الزنا، لكن هي احتكمت للمشاعر الإنسانية، لكل ما هو إنساني في داخلها،
وانا اعتقد وراح اجي اعرج عليه بال 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 يعني باللقاء او اليوم ببرنامجنا او بالفتره مالتنا، راح اعرج ليش هاي المراه اندفعت ان تدخل في مشروع الخطيئه هذا. راح اقول ليش بالضبط دخلت على هذا المشروع. اوكي سو نريد نسمع من عندكم، والثلاث ترانيم موجوده على الشاشه. الترانيم هي يدك المثقوبه وترنيمه بارك بلادي او ترنيمه ايها القدوس يا رب الحياه. فاي ترنيمه ايضا تحبون من هذه الترانيم، واذا عندك اي سؤال اطلعوا اسالنا. والسؤال هو: هل يسوع اشفق على الضعف البشري عند هذه المراه الزانيه؟ افتح الكتاب المقدس، اقرا من بشاره يوحنا، وراح تشوف اكيد اجوبه كثيره راح تطلع لك. فاتصل بينا ونحب نسمع من عندكم، واذا انت تشاهدنا من استراليا ايضا اتصل بينا نحب نسمع من عندكم. هسه الصباح رباح يمكم، واذا تشاهدونا يوم سبت يمكم، وكلكم قاعدين بالبيت اكيد. So 248-416-1300، او تقدرون تراسلونا على الفيسبوك، او تقدرون ايضا تشوفون ترانيم البرنامج على بيج اليوتيوب انرنم لك. فقط اكتب تشوفون البرامج وتشوفون الترانيم كلها هناك على بيج اليوتيوب. اوكي، او ايضا تقدرون تواصلون ويانا ايضا على الانستغرام انرنم لك. ايضا تقدرون هناك تشوفون صور او فيديوهات نسويها اثناء البرنامج قبل وبعد البرنامج. سو خلونا نفوت بترنيمه، وبعد الترنيمه نسمع من عندكم: هل يسوع اشفق على هذه المراه الزانيه؟ فاشفق على الضعف البشري مالتها. نحب نسمع من عندكم ونقول: من لي سواك يحميني من كل شر قائم. اذا مراه زانيه زنت، واذا انت خاطئ بحياتك، ما يهم اذا كان زنا او كان قتل او كان اي خطيه، كل خطايا نفس الشيء، ماكو خطيه اكبر من خطيه، ماكو خطيئه اقل من خطيئه. هذا زنا، لا انا سرقت، السرقه احسن من الزنا. نو، كل الخطايا هي وحده، ماكو خطيه احسن من خطيه، ماكو خطيه الله راح يغفر لي عليها والثانيه لا. نو، الله غفور مثل ما قال، الله محب، الله حنان، الله يغفر لكل البشر. فهل تريد يسوع يغفر لك بهذه الليله؟ هل تريد يسوع يدخل بيتك، يدخل حياتك، يغير حياتك؟ فقط انت اطلب يسوع، اقعد وصلي مع نفسك حتى يسوع يثبتك، ويسوع يخليك ما تتزعزع، يخليك دائما قوي مؤمن. خلونا ناخذ اول اتصال فضائية الآرامية. هلو رامز، ام رامز. الو الو، سلام الرب معك. سلام الرب معاكم. سلام الرب معاكي. ربي يبارككم ويستخدمكم بقوة أكثر وأكثر، وخاصة في موضوع اليوم. الموضوع فعلا يعني حقيقي، موضوع هو حلو وشيق، وهذا الموضوع به جوانب عديدة. يعني إذا احنا نريد نحكي بهذا الموضوع يمكن ساعات ما حيكفينا، لأن راح ناخذ من جانب الشيوخ، من جانب المرأة، من جانب يسوع، من جانبنا احنا. لكن أنا حابة بس أحكي بالموضوع اللي أنت تحكي، أنه يعني رب يسوع هو يعني رحم هذه المرأة وغفر لها، مثل ما أنت حكيت ابني وسام. يعني حابة أشارك أنه أقول أنه رب يسوع حكم، ما حكم على هذه المرأة حكم يعني خلص انه هي اخطات وخلص وهاي خطيتها ولازم تتعاقب عليها، لا. Yes. الهنا اله رحمه، هو اله، هو اله الرحمه، وهو في نفس الوقت ايضا يدين. فهو هو ما تجاهل خطيتها، هو غفر لها، لكن هو ما تجاهل خطيتها، لان شنو قال لها؟ قال لها اذهبي لكن ما تعودين تخطئين. يعني اذا عادت خطات هي راح تكون هي خاطئه. فرب يسوع انطاها فرصة، مثل ما ينطينا احنا. رب يسوع معطينا الفرصة، احنا نجي، احنا نتوب، احنا نعترف بخطيتنا، نندم عليها، ما نرجع نعيدها مرة ثانية ونقول احنا عندنا اله يغفر. حاشا نعمل هذا الشيء مع الهنا. لا، احنا نحاول انه ما طول احنا عندنا اله الرحمة، واحنا ناس احنا خطائين، لانه الجميع اخطاوا وعوزهم مجد الله. بالفعل. فاحنا كليتنا خطاه، لكن احنا كبشر نخطئ، لكن عندما نجي الى الهنا، الهنا رؤوف، الهنا رحيم، ورحمته ورأفته بينك على عود الصليب،
تمام. كيف هو مات على عود الصليب من أجل أن يراوينا هذه الرحمة، كيف يرحمنا ويرحمنا، شلون رحمنا؟ رحمنا أنه بموته على الصليب رفع خطايانا لما نجي إحنا يمه وإحنا في توبة حقيقية لإلك. لكن شو يرجع يقول لنا؟ رح يقول لنا أنت اذهبوا بسلام، لكن رح يقول لي إلي يا نعمة اذهبي بسلام لكن لا تخطئي. يعني إذا يقول لي أنا 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 رحمتك، أنا غفرت لك، لكن أنا عندي شرط وياك إنه أنت ما تريدين تكررين هذه الخطية اللي راح تفصلني بيني وبينك، وأنا راح أزعل، وراح يكون أنت راح تصلين وراح يكون أكو حاجز بيني وبينك، أنا ما راح أسمع صلاتك لأن يعني الخطية راح تفصل بيني وبينك. إذا إلهنا إله رحوم، إله كلية الرحمة، كلية الرأفة، لكن عندما إحنا نجي إحنا إلى تائبين ومعترفين إلى بخطايانا، ولإلهنا كل المجد. آمين. شكرا أم رامز. وأي ترنيمة على قلبك اليوم؟ أول ترنيمة اللي قلتها كلش أحبها بس يدك المثقوبة هواية حلوة. أوكي. شكرا ابني وربي يبارككم، واحنا راح نستمتع وياكم بوقت اني واثقه راح يكون هذا اليوم الموضوع باسم يسوع يكون بركه لكل من دا يشاهده ولكل من دا يسمعه باسم الرب يسوع. امين. ثانك يو ام رامز على اتصالك، وسلامنا ايضا الى رامز. ثانك يو على الاتصال. وشلون كان جوابها شافي؟ وافي يعني اعتقد جوابها جدا رائع، جميل رائع. yes. اكيد بالفعل. Thank you, رامز. ناخذ اتصال من اخت ماتلدا. ازيك يا اختي ماتلدا؟ مساء الخير يا اخي وسام. مساء النور. ازيك وازي صحتك؟ انا بشكرك انت على صلاتك من اجلي. امين. رائع جدا يا اخي وسام الحقيقه، وانا بحبكم جدا. Thank you. والاخ الجديد عزي يعني شكرا جزيلا. ربنا يبارك ويباركك ويبارك ريان. وفين الاخ الياس؟ وفين الاخ سيف؟ الاخ الياس صدقيني اعتقد الاخ الياس اعتقد لسه في فيرجينيا، وسيف في عنده اليوم اوفر تايم شغل صار عنده، وديفيد في عندهم نهضه في الكنيسه. يلا ربنا يقف معاهم وربنا يبارككم، وهم يعني محسننا برضه هم كمان. اكيد. أنا بشكركم جداً على البرنامج قوس، وبحبكم جداً وبحب الأرامية. إحنا أكثر صدقيني. بالنسبة للمرأة الزانية، فالله يسوع المسيح اللي جي من أعلى سماء عشان يغفر لنا خطايانا، فهو جاي عشان يحمل خطايانا على الصليب. فإزاي حيدين المرأة الخاطئة وهو أصلاً جاي عشان يغفر لنا كل خطية إحنا عملناها؟ طبعاً إله ما بيحبش الخطية لكن بيحب الخطاة، وأحبنا كثيرا وأسلم نفسه من أهلنا وذبح وشحنا بدمه الثمين. ولكن لأنه إنسان كان عنده برضو مشاعر، الإنسان الكويس اللي في قلبه حب ما يقدرش يذبح أي حد، ودول جايين شين المرأة الخاطئة يعني أكنهم هما ما عملوش حاجة خالص. تمام. ولما المسيح قال لهم وقعد يكتب على الأرض، طبعا أكيد كتب خطاياهم كلهم، فلما شافوا كده اترعبوا ومشوا. فكلنا فعلا في المواضيع إلى فوق، كلنا عوجنا المستقيم ولم نجاز عليه لأنه جه وأحبنا وأسلم نفسه من أجلنا، فهو جه عشان يشيل خطيتها على الصليب. وقال لها أنا مش بدينك، أنا جاي هاخر خطيتك. لا تعودي تخطئي مرة ثانية، فرجعي بسلام وأنا تخطئي. فأحب المسيح الخطاة وجيه من أجلهم ومات عشانهم. وأنا أول مستطار لحبني يسوع وجدد حياتي وجابني لي، وأنا بشكره من كل القلب أنه إله عظيم وقدير وحب كبير. يس آمين. أنا بشكرك أكثر يا أخت ماتلدا، والحمد لله على سلامتك. وأي ترنيمة على قلبك؟ أخت يدك المثقوبة ربي. آمين. أوكي. Thank you أخت ماتلدا على اتصالك. وخلونا نعيد سؤالكم، هل يسوع أشفق على الضعف البشري لدى الأمرأة الزانية؟ خلونا نسمع من عندكم 248-416-1300. خلونا نرنم ترنيمة من لي سواك يحميني من كل شر قائم، من لي سواك يرويني من كل نبع فائض. Thank you.
يحميني من كل شر قائم، من لي سواك يرويني من كل نبع فائض، من لي سواك يرويني من كل نبع فائض. أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك. سيدي يملأ فراغ وحدتي، من لي سواك سيدي يملأ فراغ وحدتي، من لي سواك مرشدي يهمي سولي في خلوتي. نرجع وياك يا عدي، شلونك عدي؟ حبيبي مرتاح؟ مرتاح اكيد. اول مره على التلفزيون. اي اول مره. بس لا نشكر الله، يعني انت قدها وقدود. الحمد لله وشكر، الحمد لله وشكر. اوكي، سؤالنا مشاهدينا، هل يسوع اشفق على الضعف البشري لدى المراه الزانيه؟ نريد نسمع من عندكم والترانيم الثلاثه، ايها القدوس يا رب الحياه بارك بلادي، او يدك المثقوبه ربي. 248-416-1300. خلينا نرجع نكمل وياك عدي. هذا الناس لو ندخل أكثر في سطورة، أكو أشياء مخفية في هذا النص. yes. وهو هذا المهم اللي إحنا لازم نعرف كيف هذه المرأة وصلت إلى الخطيئة. ناخذ الجانب الاجتماعي لهذه المرأة. الجانب الاجتماعي. الاجتماعي. أوكي. هذه المرأة ليش أقدمت على فعل الزنا؟ لأن هذه المرأة أكو نقاط هي من الممكن هي كانت مفتقدتها. yes. من الجانب الاجتماعي. أولاً نجي لو نقول انه هاي المرأة، من يقول هاي المرأة كانت، اذا كانت متزوجة، وهي اكيد كانت متزوجة لان النص يقول ان هي كانت متزوجة وجابوها،
لون لازم نعرف هل هذا الزوج، هل هي أخذت هذا زوجها عن حب، عن ارتباط، عن علاقة؟ صحيح حنقول قبل 2000 سنة من الممكن التقاليد والأعراف كانوا يأخذوها بدون ما يشوفوها أو يأخذوها فقط مثل ما صارت في قصة يعقوب، من على أساس دي يأخذ راحيل، فأبوها لابان انطاها الليئة، انطالة ليئة وخلاه يشتغل يمه 7 سنوات. بس احنا دا نتكلم هسه على هذا، على هاي المرأة. هل هاي المرأة اللي انا اقول 100% لو كانت هاي المرأة شايفة حب، اكو علاقة حب، اكو علاقة تفاهم، اكو عدة وجهات نظر متفقة بينها وبين زوجها، ما كانت أقدمت على هذا الفعل. فأول نقطة هي الحب، لأن احنا نعرف أكثر شيء دفع يسوع على الصليب أن يموت من أجل خطايا كل البشر، حب لله الآب وحب للخاطئين، حب للناس. فسؤالنا هو هل هاي المرأة شافت حب من زوجها؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل هاي المرأة لقت احترام من زوجها؟ هل كان زوجها يعاملها باحترام؟ هل كان يقدرها؟ هل كان يشاركها كل الأمور الإنسانية اللي تحس بيها المرأة؟ هاي نقطة كلش مهمة. بعدين في زمن اليهود كانوا عادة الرجال من يأخذون المرأة، يأخذوها لعدة أسباب. واحد من هاي الأسباب كانوا يأخذون المرأة فقط في ناحية الإنجاب، يأخذوها فقط يعني مثل ما نقول يعني العفو عن التشبيه، مفقس مال بيض، أخذوها فقط للإنجاب، أن يجيب له طفل، ولكن هو لا يحبها ولا شيء. صح، أكو هيك شيء. هذا أكو شيء في هذاك الوقت. بعدين أكو شيء هم كلش مهم، هل هو أخذها فقط على مود ترفع اسمه؟ لأن في ذاك الوقت كانوا يأخذون المرأة على مود هذا الشخص يقولون عليه إن هو متزوج من فلانة، ان هو شخص متزوج. بعدين اكو شغلهم في كلش كلش مهمه، من الممكن هو كان ماخذها كخدامه، يعني بس تكنس وتغسل وتطبخ وتتسوق. وبذاك الوقت كان ماكو مثل هسه عندنا بوري مال ماي ودي يجينا ماي، تروح تجيب الماي من البير. يعني كان مخليها بالبيت هي مثل خدامة، يعني ما كان معتني بيها، ما معتني بيها. بعدين أكو شيء هم كلش مهم، من الممكن هو كان مهمل معها جنسيا، مهمل وياها، وهي فتاة كانت متعطشة للحب الحقيقي، متعطشة أن شخص يكون وياها، أن شخص يرضيها حسب الشريعة. يعني هي ما سوت غلط من كانت متزوجة، فلازم أكو أسباب أدت إلى هذا الزنا. ومن الممكن ولو أوكي نو نو جو هيد من الممكن أن هذا الشخص كان يعاملها معاملة خشنة، أو يصيح عليها أو يضربها. زين إحنا هسه هاي دا نشوفها هاي الحالة، بس أنا اللي دا أشوفها بأن مو فقط اللي مذكورة هنا، انما دا نعيشها هاي الحاله نحن حاليا، ودا تصير هوايه هذه الحاله، ودا نسمع. انت صار لك ايش قد جاي من العراق؟ صار لي سنه ونص. سمعت بامريكا اكثر من العراق؟ لا، بالعراق اكثر من امريكا. لا طبعا، امريكا اكثر من العراق. زين، فنحن دا نتعايش بهذا الشيء، دا نشوف كثير دا يصير زنا، وكثير اكو دا يتركون. يعني اني اسمع قصص استغرب، يعني ما اتخيل الشيء اللي دا اسمعه، بان تركتها على اسباب يعني العفو اقولها سخيفه، يعني ما لها اي معنى. يعني يمكن لان شنو، انت ما سويتي لفلان، يعني ذاك اليوم سمعت هاي الحادثه بالعراق،
رجع للبيت كان تقول له هذا الأكل يا زوجي، كان يقولها ليش ما محمية الأكل، قتلها، قتلها للمرأة، قتلها يعني قتلها وقدام أطفاله قتلها. وهذا إحنا دا نتكلم في القرن 21. فأما إذا قبل 21 قرن من هذا التاريخ نفسه. بعدين أكو فشغلة أخ وسام، أنت عاشت إيدك سألتني هذا السؤال، وهذا أنا أوجهه للمشاهدين، مشاهدين أكيد الآرامية في كل مكان. إحنا اليوم دنعيش في حالة أنا أقول هي تغيب فكري بهذا الموضوع. شيء كلش مهم اليوم، الرجل مهمل مرته، وخلني نجي نقولها، أنا اليوم راح أتكلم من المجتمع اللي أنا داعش به اللي هو مجتمع ميشيغان اللي هي في الولايات المتحدة. اليوم جماعتنا مهملين زوجاتهم بسبب أشياء يعني أنا أقول هي فارغة، من ضمنها كازينو، من ضمنها الأصدقاء، النراجيل، الأماكن الغير صحيحة اللي تبعدنا أصلاً، أولاً ما تبعدنا بس على ما زوجتنا، على هاي المرأة اللي أنا اختارتها شريكة حياتي. أنا دا أبتعد أصلاً عن الله، دا أبتعد عن الله هذا اللي بابن يسوع المسيح انطانا النعمة، انطانا المحبة، انطانا الغفران. دا أستبدل يسوع المسيح هذا الإله، دا أستبدلها بأشياء هي دا تأذيني إلي. نعم خلينا ناخذ اتصال لان يعني تاخرنا على المتصلين. أوكي. ونرجع نكمل. خلينا ناخذ اتصال من جوزيف. اهلين اخ جوزيف. سلام ونعم عليكم بمحضر يسوع المسيح. سلام ونعم لك. آمين. حبيبي ثانك يو. وهللويا لانه يسوع المسيح قال السلام اللي انا اعطيه وكلامي غير الكلام اللي بيتكلموا فيه البشر. فانا في عندي نص بالنسبه للامراه الزانيه. يلا. عندما تكلم يسوع المسيح للجموع وقال لهم من منكم بلا خطيئة فليبدأ يرجمها، قال بكلام سماوي من السماء. تمام. ودخلت بعقولهم وفكرهم والعقل الباطني استفاء، مشان هيك قام كل واحد يرتد. وبآخر النص مكتوب انه فلما انتصب يسوع ولم ينظروا أحدا سوى المرأة قال لها يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك؟ وأما دانك أحدا؟ فقالت لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع ولا أنا أزينك، اذهبي ولا تخطئي مرة ثانية. كلام يسوع المسيح أثر بها وأنقذها من الموت، وعنده الرأفة يعني عنده الحنان. ويسوع المسيح هو أتى لا ليدين العالم، لا يخلص العالم. المخلص يسوع المسيح هو لحد هلا ما عم بيديننا، عم بيخلصنا كل يعني كل حاجة بنقع فيها بيخلصنا وبيتكلم معانا وكل شيء يعني. وبالخلاص يأتي إلا من المسيح يسوع المسيح يعني. وما حتقدر تصعد إلى السماء إلا ما يكون عندك المونة التخيرة لحتى تقدر تطلع إلى السماء، ولا بلا المونة يسوع المسيح والإيمان ما تقدرش تطلع. يعني زي ما واحد يستنزر قطار والقطار مش حيجي يعني، وحنضلنا قاعدين أرواحنا حتضل على الأرض يعني أو تحت الأرض، بس تكون روحنا اتصلت مع السماء من البداية وصار عندنا الإيمان حلو حتطلع لفوق، حترجع لأنه لأعد لكم مكانا في السماء يسوع المسيح. أمين. هو عادد لنا مكان آتي إليكم وأخذكم إلي. تمام. هذا هو كل الموضوع. أمين. يعني والله يبارككم يعني، وتأمل كل إنسان يصغي لهالكلام ويصغي إلكم لأنه أنتم المبشرين الأساسيين بالبرنامج. واسمعوا انه كلهم مبشرين افاضل ملموسين من الروح القدس. آمين. وروح القدس حالل عليهم وما عندهمش اي غايه ولا. ثانك يو حبيبي اخ جوزيف، ثانك يو على اتصالك، ثانك يو على المشاركه الحلوه. لكن اي ترنيمه على قلبك قبل ما ناخذ اتصال اخر؟ لا اذا بتريد اي ترنيمه الاولى ايها القدوس. اوكي انا بشكرك. أيوة.
أنا بشكرك حبيبي على اتصالك وثانك على مشاركتك، وبالفعل مشاركة حلوة ومباركة تعزينا بها. ناخذ اتصال من الأخت نيلي. أهلا أخت نيلي. الرب يبارك فيك ومبارك الأخ عدي، وأهلا وسهلا فيك في الأرامية، والرب يباركك وبارك الأخ وسام والأخ ريان وجميع الحاضرين في الأرامية. ثانك يو أخت نيلي، ثانك يو، مشتاقين نسمع صوتك. الله يسعدك، أنا كنت مسافرة، كنت بالسويد ورجعت. أو الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، عشان هيك زمان ما سمعت صوتي. يس بالفعل. يا اليوم كنت في المستشفى ونشكر الرب، الفحوصات كانت منيحة، كان شكل بالقلب، نشكر الرب بسيطة. يس نشكر يسوع، ذاتس جود. نشكر يسوع. بالنسبة لموضوع اللي طرحه الأخ عدي، موضوع رائع جدا. وطبعا المسيح هو يشفع في الخاطئ التائب. اسمع ما قاله في رسول المحبة يوحنا الحبيب في يوحنا، رسالة يوحنا واحد أصحاح 2 عدد 1: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وأن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. لقد جاء المسيح يشفع ويحامي ويترأف عنا أمام محكمة السماء، ودفع وهو بذاته ثمن خطايانا على الصليب. المسيح يغفر خطايا التائب، فما أروع غفران المسيح للخطاة والعشرين. لهذا دعية بحق محب للخطاة، وهذا واضح من موقعه من المرأة الخاطئة التي جاءت إليه فيغفر لها خطاياها الكثيرة، إذ قال لها: مغفرة لك خطاياك، بلوقا 7:48. وهو إلى الآن كما في القديم يغفر ويطهر، لأنه قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، بلوقا 19:10. ثالثا، وهو لا يدين الخاطئ التائب. كثيرا ما يحارب الشيطان المؤمن ويرعبه بعقاب الله على خطايا الماضي الأثيم، وهو بذلك يبعده عن طريق التوبة، محاولا إرجاعه لحضيرة الشر والخطية. لكن الله كأب حنون لا يدين المؤمن على الخطايا التي تاب عنها، بل قد قام المسيح بنفسه بتزديد ثمن خطاياه هذا ما دام قد تاب عنها. لذا قال المرأة الزانية بيوحنا 8:11: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. ما أروع هذه الكفارة الكافية، بل والواقية من شكوى إبليس التي بها يحاول أن يشككنا في غفران المسيح لخطايانا. فالرب يقول بأشعياء 43:25: أنا هو الحامي ذنوبك، لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. المجد لك يا رب، أشكرك يا رب على كل شيء عمله علشاننا. وإحنا منصلي من أجل الأخت اللي في السودان، الأخت مريم، نذكرها بصلاتنا حتى الرب يحميها من العذاب اللي هي فيه في السجن. أكيد سمعتوا عنها. نذكرها بصلواتنا حتى الرب يخلصها كما خلص آخرين، كما خلص بولس من سجنه، يخلص الأخت مريم وينقذها من اللي هي فيه. يس آمين. أنا بشكر الرب من أجلك أخت نيلي، لكن قبل ما تغادرينا أي ترنيمة على قلبك اليوم؟ القدوس يا رب الحياة. أيها القدوس، آمين. ثانك يو أخت نيلي، ثانك يو على اتصالك. وبالفعل راح نصلي من أجل مريم اللي بالسودان، واحنا العرب يعني من عيش بالوطن العربي نشوف اضطهاد هواية، والآن العراقيين داعنون. احنا نريد نخصص بين آخر 10 دقائق وربع ساعة. أنا ليش اختارت يدك المثقوبة من ضمن الترانيم اليوم؟ لأن تألم يسوع من أجلنا، إيدا ثقبت، الدم اللي انسفك على الصليب هو دم حتى يغفر خطايانا، حتى يشيل هذه الخطيئة من عندنا. لكن احنا لازم نقبل ولازم نجي لعنده حتى هو يفرح. احنا نريد نفرح الرب. هو يبكي ويحزن كثير على كل اللي دا يشوفه دا يصير هنا، الناس اللي دا يسووه، الانسان اللي دا يسويه، اذا كان من خطيئة او اذا كان من اي شيء اخر. فنحن نحب بان يكون اخر ربع ساعة نرنم ترنيمتين من اجل العراق اللي دا يعاني، ونحن قلبنا ويا شعبنا اللي بالعراق، لأن بالفعل دنعاني، وبالفعل الشعب هناك دا يعاني، ودا نسمع
أخبار. وأنا أحب أقول للناس اللي يعني بالفعل نشوف بوستات على الفيسبوك، خلونا نتوقف عنها، نبتعد عنها هاي البوستات، لأن هذه أولا يعني مشاهد ما نقدر بأن الناس تشاهدها، وثانيا أشياء تتعبنا هواية، لأن ناس عندها أقارب، ناس عندها أخوان، إذا أصدقاء عايشين في الموصل أو في مدن أخرى، من يشوفون هيك مشاهد راح 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 يعني نفسيا يخلصون، فيهبطون بالفعل. فيعني نبتعد عن هذه الأشياء وما نشوف هذه الأشياء، وكل شوية نسمع خبر شكل ينزلوه على الفيسبوك أو على أي موقع من التواصل الاجتماعي. فنحاول بأن احنا فقط اللي نسويه هنا نقدر نسويه بأن نصلي، هو هذا فقط اللي احنا بأمريكا نقدر نسويه، وإنما مو نقعد وننزل هذه الفيديوهات ونأذي الأقارب ونأذي الناس اللي نعرفها اللي عندهم أقارب بهذيك المدن. فقط علينا بأن نصلي، اكتب صلاة، اكتب شارك، لكن لا تنزل هذه الفيديوهات المؤلمة بالفعل. خلونا ناخذ اتصال وبعدين ترنيمة نسمع بالسورة مع ريان. ناخذ اتصال من أخت فيفيان. هلو مرحبا أخ وسام. هلو مرحبا أخت فيفيان، شلونك؟ شلون صحتك؟ نشكر ربنا يسوع. سلامي للأخ أدي وللأخ ريان ولكل العاملين بالعالمية. شكرا. هو موضوع كلش أنا يعني أي أنا أيدك بكلامك بأنه ينزلون يعني أشياء كلش مو حلوة بالفيسبوك ورهيبة وتخوف على الشعب العراقي. فأنا وياك يعني إنه تكون صلاة، لو ينزلون صلاة على للشعب العراقي أكثر من أحسن من ما ينزلون هاي الفيديوهات اللي تخوف وترعب. إنه المرأة الزانية هو جال يسوع حتى هو يعني رحوم، وهو يعني يغفر للناس اللي طلبوا التوبة. yes. فهو يعني هو غفور ورحم إذا تطلب منه التوبة وترجع، بشرط إنه ما ترجع تسوي هاي الخطية. هو يعني تمام. هو ويا الكل، يعني هو جاء لي هذا السبب إنه يخلص yes. الناس من الخطايا. yes. yes. صحيح. وأنا أطلب منك يدك المثقوبة. هي هاي الترميل اللي أحبها. وإذا تقدر تسمعني أحبك للأخ رامز، that would be good. أوكي أوكي، خلينا نشوف وقت البرنامج إذا راح ينفع، وإذا ما نفع على الأسبوع القادم وعد وعد. أوكي خد فيفيان، thank you على اتصالك، thank you على الكلمة المباركة والمعزية. خلينا نسمع ترنيمة بالسورة وبعدين نرجع نكمل ويا عدي. سنسمع هذه الترنيمة وبعدين نرجع نكمل وياكم. Shema.
ملك ذي شمال. آمين. Thank you ريان. ريان تحكي لغات. هو هاي بروح القدس. أنا كمان إسباني وتريني يعني. بعد كم يوم تشوف ريان إيطالي إسباني. إسباني ينتصر خمسة واحد يقول لك. طبعاً الناس من همك هذه الفترة بكأس العالم ومندمجين مع كأس العالم يعني أكو ناس دا يأخذون إجازة من الشغل عن اللي قاعدون يتفرجوا. حتى أنا ما أعرف اللي عندهم خدمات من مؤتمرات شلون راح يضبطون الوقت لأن يعني أعرف بأن أكو واحد صديقي راح مؤتمر قال لي ما اعرف شلون فراح يغيروا لهم الوقت على مود يكونون بالمؤتمر قاعدين يسمعون الكلمه وبعدين يروحون يتفرجون يفتح التليفون ويتفرج. سو خلونا نرجع لموضوعنا لو تعطينا هسه خلينا نقول طبعا هو موضوع كبير اكيد مثل ما قالت الخوات والاخوه اللي طلعوا قالوا بان يحتاج لساعات هذا طبعا فتعطينا هيك ملخص عن الموضوع اوكي ونسال المشاهد مره ثانيه عندنا وقت بعد نص ساعه نهايه الحلقه هل يسوع اشفق على الضعف البشري عند المراه الزانيه واجتينا رساله على الفيسبوك من ساره وطلبت ترنيمه بارك بلادي فالمايك وياك اوكي اكو شيء لو ناخذه باكثر شلون من اكثر من نظره يسوع يعرف ان ذول الفريسين هم مرائين يعني يحملون الناس اثقال بس هم ما يحملون هاي الاثقال فكانوا مرائين امام الناس يقول وشرع يسوع يكتب على الارض الانجيل ما يقول يسوع ايش كتب على الارض بس انا اقول في وجهة نظر الكتاب المقدس وجهة نظرنا احنا لو نقرأ هذا النص جيدا لازم نخلي بهذا النص مسافة للتأمل والتفكير مثل ما سواه يسوع اولا يسوع اخذ مجال للتأمل والتفكير وهذا التأمل والتفكير هو مو بس ليسوع هذا التأمل والتفكير على موت من الممكن يرجع هؤلاء المشتكين على هاي المرأة إلى ضمائرهم بل كت ينعش حالة الحقد اللي بيها على هاي المرأة وبنفس الوقت يرجعهم لصوابهم العقلهم إن هم دي يرتكبون خطيئة إذا كانت تجاه هاي المرأة أو تجاه نفسهم لأنهم خالفوا الشريعة اليهودية يعني الشريعة اليهودية نفسها خالفوها فهم أخطأوا بهذا يعني بهذا المشهد اللي جابوا الزانية هم أيضا هم أخطأوا لأن المفروض كان الرجل يجي هم ما جابوا الرجل ما معناه هم مو بس المرأة أخطأت هم خطأهم كان أقبح من خطأها بعدين يسوع نطى مجال للتأمل والتفكير أنا اليوم أسأل مشاهدينا كم من الوقت ينطون تأمل إذا كانوا في الكنائس أمام القربان أو كانوا في البيت كم ينطون تأمل لفحص الضمير اليومي كم مرة أنت تنطي تأمل وتفكير على الأخطاء اللي أنت دا تسويها كم مرة أنت دا تنطي أخطاء تجاه الآخر لأن بدون الآخر أنت ما إلك قيمة بدون الله ما نقدر نرجع له بدون يسوع الصليب ما رح نقدر نرجع لله صح. لكن اليوم أنا لازم شقد أفكر بأهلي شقد أفكر بأصدقائي شقد أفكر بالناس اللي أني دا أخطأ تجاههم شقد أني إلي هاي القرارة نفسي أن أني شيل دا أسويه هو من الممكن دي يجرح أشخاص دي أذي ناس بعد ما دي يقدرون يعبرون عن يعني اللي بذاتهم بالضبط بعدين يسوع يبدي يكتب على الأرض ومن الممكن يسوع يرفع صلاته مثل ما رفعها بستان الزيتون
مثل ما كان دائما يصلي الله في الأوقات الخفية بالإنجيل، يا رب لين ضمائر ذول الناس، لين عقولهم، لين قلوبهم، خلي يكونون قريبين، خلي يتحسسون إن هم بشر، إن هم خطائين، والمجد للفقط اللي ما عنده خطيئة اللي هو الله. إش قد نطى يسوع مجال لهم للتفكير وهم كانوا بعيدين عن الله. فنشوف إن الفريسيين بدأوا يقولون ارجمها، يعني كل طلبات يسوع لله تقريبا باءت بالفشل. باءت بالفشل مو لأن يسوع ما دي يقدر يغير ذوات ذول الناس، لكن لأن انت اليوم اذا مغلق تجاه الله ما راح تكون منفتح تجاه الانسان. صحيح. فاكو موضوع انغلاق روحي، وهاي الانغلاق الروحي اعمى بصيرتهم. فيسوع شاف في النهاية ان هاي المرأة دي يريدوها ترجم، وتعلت الجموع اصواتها. فيسوع يقول، وقال اعتقد هاي المقولة اللي نزلت على الفريسيين والكتبة وكل الجموع اللي كانوا دي يريدون يحكمون على هاي المرأة بالسيف البتار، يعني ذبح عواطفهم، ذبح حقدهم، ذبح يعني كراهيتهم، كلها ذبحها. من قال من منكم بلا خطيئة فليرجمها بأول حجر. ورجع يسوع يخط هنا. أنا أقول صار في التدخل إلهي، فالتدخل مثل ما نقول أشعة الشمس دخلت إلى قلوب ذول الناس، ذول الحجر، القلوب المتحجرة، العقول الصلبة. ورأسا يقول الكتاب المقدس وما ظل واحدا تلو الآخر، يقول من كبيرهم إلى صغيرهم ما بقى أحد، لا شيوخ، لا كتبة، لا كبار، لا معلمين، الكل راحوا، المرائين كلهم راحوا، لأن حسوا إنهم كلهم خاطئين، كلهم خاطئين. بقى يسوع يجي ويطرح فالتساؤل للمرأة الزانية، وينهم ذول اللي رادوا يقتلوك، رادوا يحكمون عليك، ذول اللي أخطأوا بالحكم عليك، أخطأوا لله وأخطأوا بالشريعة. فتقول له ماكو أحد حكم عليك. تقول له لا ماكو أحد. تقول له وأنا هم ما أحكم عليك، أنا الله. من يقول له أنا ما أحكم عليك، يعني أنا ما جاي أدينك، يعني أنت مغفورة من خطاياك، يعني أنت صار إلك حياة جديدة ويا الله. رجعي للحياة الرتيبة، رجعي ويا زوجك المهمل ويا زوجك القاسي، بس أهم شيء أنت تعيشين حياة العفة، حياة الاتضاع، حياة الطهارة مع الله. فيقولها اذهبي ولا تعودي إلى الخطيئة. يعني الله هو غافر، الله هو يحب الخاطئ، الله أبدا الله ما يبرر عمل الخطاة، لكن الله متضامن مع الخاطئ لأن يعرف ضعفنا البشري، والله هو دائما دائما غفور رحيم محب للبشرية. آمين. Thank you عدي، أنا أشكرك وأشكر الرب من أجلك، يعني بالفعل أنطيتنا مادة حلوة، وأنا أول واحد من الناس استفادت، أكيد هواي ناس استفادوا. لكن سؤال يرجع لك، هل أنت رجعت عن خطيتك؟ هل أنت تبت عن هذه الخطية؟ هل أنت مثل المرأة الزانية اللي بعد ما الرب قال لها روحي زين وغفر لها كل خطاياها؟
أنا ما أقول أنت إذا زنيت أو شيء أو أي خطيئة عندك، هل أنت أيضا طلبت من يسوع بأن يغفر هذه الخطايا لك؟ هل عرفت بأن يسوع مات وانصلب وانسفك دمه على مودك أنت؟ فقط أطلب يسوع بقلبك، ولا تخلي قلبك مثل ما قاعد يكون مغلق، لا تخلي حياتك أفكارك تكون مغلقة وضميرك وقلبك يكون مغلق، لا، افتح بيتك، وسع قلبك وراح تشوف يسوع في حياتك. يعني أعرف أنت ترنم، ترنم يعني مرنم قبل بجوقات لو بس يعني كأنه يعني جتي فترة رنمت ويا سلطانة الوردية في بغداد، جتي فترة رنمت في كنيسة مار يوسف، رنمت بعمان، يعني في عدة أماكن. أوكي، لا تخلينا نرنم سويا. أوكي. في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي. هي كانت المرأة الزانية بوقت ضعف. أكيد. زين، وكانت بوقت يعني سقطت، حست بها، هي سقطت بهذه الخطيئة اللي سوتها وبالناس اللي سووا بها، لكن اللي رفعها واللي شفاها واللي خلاها تتغير كليا هو الرب يسوع المسيح. يعني إذا حتى لو ما مصدق أرجع وأقرب الإنجيل، شوف كل اللي سواه يسوع، وأكيد هو راح يسوي بحياتك، وأكيد أنت سوى بحياتك هواية. خلونا نرنم مع بعض هذه الترنيمة، وبعدين نرنم ترنيمة من أجل العراق ونختمها بترنيمة أخرى. لذاتي وشهواتي بل
ترنيمة ثانية، هذه للعراق. موطني موطني موطني، كل ذرة تراب تستحق للصلاة في العراق. الله في العراق. آمين. آمين. ونحن دائما نصلي من أجل عراقنا الحبيب، نتألم مثل ما هم يتألمون، وبالفعل دا نتألم هواية ودا نحزن هواية، لكن نرفع صلاتنا دائما إلى شعبنا بالعراق، ونكون قلب واحد وإيد وحدة، ونصلي صلاة وحدة حتى ينرفع هذا الهم على شعبنا اللي بالعراق. طبعا باكر راح يكون عندنا برنامج خاص عن العراق الساعة 10 بالليل، باكر السبت راح يكون عندنا أيضا الساعة 8 مع القس الأب باسيليوس من الطبيب العظيم الساعة 7 مساء، وبعدها البرنامج عن آخر أحداث العراق. سخلونا نرنم هذه الترنيمة مع بعض وبعدين نختمها بيدك المثقوبة ربي. تستحق للصلاة في العراق، في العراق. أرضنا وشعبنا وكل ما هو لنا في حماه. يا الله سأراك، سأراك سالما منعما وغانما سالما منعما وغانما مكرما. سأراك يا الله بسيطا يداك، بسيطا يداك. موطني 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 موطني، كل ذرة تراب تستحق للصلاة في العراق، في العراق. أرضنا وشعبنا كل ما هو لنا في حماك. يا الله سأراك يا عراق سالما منعما وغانما مكرما. سالما منعما وغانما مكرما. سأراك يا الله بسيطا يداك، بسيطا يداك. في موطني موطني. آمين. Thank you ريان. ريان نختمها بترنيمة يدك المثقوبة ربي تسبيني.
يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل فيا أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل فيا أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني، وخلاصي من الموت لسبب أنك ضحيت كيما تنجيني. لم يثنك موت أو ألم، كنت مشغولا بأنيني. لم يرهبك هول العاري، مجروح حتى تشفيني. لم يثنك موت أو ألم، كنت مشغولا بأنيني. لم يرهبك هون العاري، مجروح حتى تشفيني. يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل فيا أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. لم يرضك أن أبقى حزينا، أحببتني ربي قبل التكوين. أتبعك ربي ومسيحي، أنت معتقدي وديني. أعشقك أنت ويديك، في كفك ربي خبيني. لم يثنك موت أو ألم، كنت مشغولا بأنيني. لم يرهبك هول العاري، مجروح حتى تشفيني. أتبعك ربي ومسيحي، أنت معتقدي وديني. أعشقك أنت ويديك، في كفك يسوع خبيني. لم يثنك موت أو ألم، كنت مشغولا بأنيني. لم يرهبك هون العاري، مجروح حتى تشفيني. آمين. مجروح حتى تشفيني. صح لسانك. Thank حلوة وسام. مجد يسوع. Thank you ريان. Thank you عدي. عدي ممكن تصلي لنا صلاة قصيرة بنهاية البرنامج للعراق، وصلاة أيضا أي شخص بحاجة إلى صلاته، أي شخص دايمر مرور المرأة اللي حكينا عليها اليوم
أو أي خطيئة في حياته. ماشي. Thank you, Dwight. أيها الآب القدوس، أيها الآب القدوس، أيها الآب القدوس، يا من منحت حبك الأبدي للبشر بيسوع المسيح الذي افتدانا على الصليب، أيها الرب يسوع، خفف الألم والأحزان عن بلادنا العربية، عن مصر، عن العراق، عن سوريا، عن كل بلد هو بحاجة إلى حنانك، بحاجة إلى سلامك. يا رب احنا بحاجة اليوم ان نكون قريبين مع الآخر إلك، بحاجة نصلي إلك. أطفال كثيرين دي عانون اليوم، نازحين هواية موجودين بالعراق بسوريا، ناس بحاجة إلى حنانك. ارحمهم يا رب، ارحمهم يا رب، ووقف كل القتال، وقف القتال، وافتح بوابة الناس اللي دي يقتلون فريضة، انهم دي يقتلون باسمك. يا رب افتح قلوب ذول الناس مثل ما افتحت قلوب الفريسيين والكتبة امام المرأة الزانية. اشفيهم يا رب، اشفيهم يا رب، وانطي بهم نسمة السلام، نسمة روحك القدوس اللي هي تملك في كل الناس، في كل الناس البشر المحتاجين لحنانك اليوم. آمين. 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 Thank you, Doray. Thank you, Aday. Thank you, Rayan. أنا أشكر رب من أجلكم. وإن شاء الله نشوفك الأسبوع القادم. إن شاء الله، إن شاء الله. ونحضر مادة ثانية للمشاهد. إن شاء الله، إن شاء الله. آمين. أنا أشكر كل المشاهدين اللي اتصلوا، وأشكركم على مشاركتكم. الإعادة يوم الأحد الساعة 10:30، أما المباشر يوم الجمعة الساعة أيضا 10:30 ليلا. وكل ما هو جديد راح تشوفوه ببرنامج الرندم لك، فقط انتظرونا وراح تشوفون أشياء جديدة في الأسابيع القادمة. ملتقينا معكم الأسبوع القادم، أقول لكم تصبحون على خير. سلام يسوع يكون معكم. آمين.